أما بالنسبة إلى تفعيل حالة الحجر المنزلي للمخالطين فسيكون كالتالي: يتوجب تحميل تطبيق مجتمع واعي فور اكتشاف المخالطة للحالة القائمة. فإذا كان أي شخص أنه عرف أو شك أنه مخالط ويعرف أن في شخص قريب إليه هو مصاب يتم تحميل هذا التطبيق. سيتم حصر المخالطين بعد تشخيص الحالة القائمة من قبل الفريق المتخصص لتتبع الحالات والمخالطين بوزارة الصحة. بعد رصد هذه الحالات المخالطة من إدارة الصحة العامة سيتم التواصل مع المخالطين، وسيتم إرسال رسالة نصية بعد تقييم الحالة وتأكيد أنها مخالطة وتفعيل حالة الحجر الصحي الاحترازي في تطبيق مجتمع واعي. عند ذلك يتم الضغط على بدء الحجر من خلال تطبيق مجتمع واعي، مع الحرص على رفع الصور أولا بأول حين يطلب ذلك للتأكد من الالتزام بالحجر. بالإضافة إلى ما ذكرناه، هو في نقطة: متى يتم الفحص بالبي سي آر للمخالطين؟ سيتم تسجيل المخالطين البالغين من عمر 50 إلى أكثر من عمر 50 عاما فما فوق، أو والذين لديهم أعراض، للفحص المختبري عند تأكيد المخالطة ووجود أعراض. وأيضا إذا طلعت وتم الفحص وكانت النتيجة سالبة، راح يرتب إليهم الفحص بعد اليوم العاشر. إذا كانوا الأشخاص اللي هم 49 عاما أو أقل، يتوجب عليهم فقط هو الفحص عند نهاية الحجر بعد اليوم العاشر، إلا في حال ظهور أعراض يجب عليهم التبليغ عن هذه الأعراض ليتم الترتيب للفحص. قبل 3 أيام من نهاية فترة الحجر للترتيب إلى الفحص بعد اليوم العاشر، يتوجب حجز موعد لفحص الخروج من الحجر عن طريق تطبيق مجتمع واعي. في جميع الأحوال، وهذه جدا نقطة مهمة، إذا كنت مخالطا أو كان عندك أي نوع من الأعراض اللي لها علاقة بفيروس كورونا، اعزل نفسك فورا. يعني ما فيكون داعي أن تنتظر اتصال من شخص أو فريق التتبع، لأن راح يتواصلوا معك. بس مهم جدا السرعة في عزل نفسك وتطبيق كل المعايير اللازمة للعزل في المنزل، جدا جدا مهم، لأن كل وقت تمضيه مع شخص آخر غير مصاب أنت تعرض هذا الشخص اللي يكون قريب منك سواء في العمل أو في الأسرة إنه يصاب على ما يكون تفعل اللي هي خطوات العزل.